مرحبا، معكم كارمي شماس. كيف بده يكون اليوم الاثنين 25 نيسان ابريل؟ القمر اليوم مرافقنا من برج الدلو، بعده مرافقنا برج الدلو لليوم الثالث على التوالي، لكن مش كل النهار، باقي فقط للساعة 1:15 الظهر توقيت بيروت، بينتقل من بعدها لبرج الحوت، وعندها إذن بتتغير الظروف، يعني نهارنا جيد للأبراج الهوائية وأيضا للأبراج المائية. منبلش مع برج الحمل، مواليد برج الحمل، نهاركم افضل في الجزء الاول بالتاكيد، كلكم صرتوا بتعرفوا، يعني همكم نوعا ما اليوم منه شيء كثير، يعني اليوم ما في امور صعبه بالنسبه لكم، لكن نوعا ما بتتيسر اكثر لما القمر بيكون برج الدلو، لانه الامور بتكون ماشيه بسرعه اكثر. طبعا لما القمر يصير ببرج الحوت هنالك نوع من فتره هادئه وفتره رايقه وفتره نوعا ما بتطلب منكم انكم تكونوا متريثين لنهار الأربعاء بعد الظهر أو المساء ليوصل القمر لبرجكم، فلذلك قسموا نهاركم على هذا الأساس. بالنسبة لبرج الثور، طبعا أنتم يمكن بعدكم متضايقين وبعدكم مزعوجين شوي مش كتير من وجود القمر ببرج الدلو، لكن الأمور بتتيسر، الأمور ما راح تضل هيك، الأمور بتصير أفضل نوعا ما لما القمر بيروح لبرج الحوت الصديق لإلكم. طبعا مش مش مواليد برج الحوت اللي هن أصدقاء لإلكم، عم بحكي عن الطاقة اللي هي حلوة ومساندة لإلكم لما القمر بيصير ببرج الحوت على 1:15 الظهر توقيت بيروت، بصير الأمور أفضل وبترتاحوا أكثر وأموركم تتيسر أكثر، خاصة عند مواليد شهر نيسان أبريل. بنتقل لبرج الجوزاء، مواليد برج الجوزاء اليوم نهاركم طبعا انتم بتعرفوا، صرتوا بتعرفوا انه كل شيء والقمر موجود ببرج الدلو الهوائي، كل ما كانت الامور احلى، كل ما كانت الامور اريح، وكل ما كانت الامور بالنسبه لكم فيها حلاوه وفيها مرح وفيها جاذبيه بالنسبه لكم، تجذب الامور الحلوه. لما القمر بيروح لبرج الحوت بتدخلوا بمرحله انا بعتبرها من الايام او من المراحل المتعبه بالنسبه لكم، وبعتبر انه هذه الفتره متعبه ولازم تنتبهوا منها ولازم تبعدوا عن اتخاذ قرارات او تبعدوا عن المشاكل كليا، هذا رايي انا، فكونوا منتبهين. بنتقل لبرج السرطان، مواليد برج السرطان كل هذا اليوم بعتبره جيد، انتم بتعرفوا انه القمر ببرج الحوت يمكن اريح لكم، صار عندكم خبره معي، صرتوا متابعيني وبتعرفوا كيف تفسيري للامور. القمر برج الحوت افضل طبعا لما بيلتقي او بيصير في مسافه 60 درجه مع الشمس الموجوده برج الثور، بتصير الامور بعد احلى واحلى، لذلك انا بعتبر اصلا كل هذا النهار جيد، لكن طبعا فلكيا انا افضل الفتره الممتده او يلي بترافق فيها القمر مع الشمس لما بيكون ببرج الحوت بالتاكيد 100%. بتبقى المواليد الاكثر حظا، مواليد خليني اقول لكم مواليد 21 22 تموز يوليو، فيها تكون اليوم اوضاع جيد، خليني اشوف شو بعطيكم. لا، مواليد 21 22 تموز يوليو لازم تنتبه، بينما مواليد 13 14 و15 تموز يوليو فيها تكون الاكثر حظا. بنتقل لبرج الاسد، مواليد برج الاسد هذا اليوم هو يوم متقلب لكن يتحسن نسبيا، بس لما القمر بيترك برج الدلو وبيروح لبرج الحوت، يعني انتم يمكن بتعرفوا كنتم متضايقين، اذا كان عندكم اي مساله عم تشتغلوا عليها يمكن لاحظتوا انه في تعب وفي قلق، كل شيء والقمر كان موجود ببرج الدلو، انزعجتوا، ضايقتوا، الظروف ما كانت مسهله، لذلك مواليد برج الاسد حضروا حالكم، هنالك تحسن وانفراج، بس لما القمر يصير ببرج الحوت رح بتبلشوا تحسوا بالانفراجات، تدريجيا تتحسن الامور بتحسوا بفارق ابتداء من 1:15 الظهر توقيت بيروت الصيفي. ننتقل لبرج العذراء، مواليد برج العذراء الجو عندكم من شغل كثير، من ضغط كثير الى شغل اكثر والى ضغط اكثر، مع وجود القمر في برج الحوت يمكن تحسوا حالكم انكم متضايقين، يمكن عندكم تحديات اكثر، او يمكن تحسوا حالكم انتم طالع بالكم تتحدوا حدا، فكونوا منتبهين. مواليد برج العذراء انتم اجمالا اشخاص كثير مهضومين وحساسين ومهذبين، يعني ما بتأذوا حدا بكلامكم، فكونوا منتبهين لهذه النقطه. بدي اقول لبرج الميزان، مواليد برج الميزان طبعا وجود القمر ببرج الدلو هو الفتره الافضل الاحلى الاركز لكم الانشح لكم،
الرمضان يلي بتعطيكم أكثر، يلي خلالها بتاخذوا أكثر فترة مريحة مفرحة وإيجابية. استغلوها لما القمر بيروح لبرج الحوت بتكون بلشوا تفكروا إنه دخلتوا بفترة شوي متعبة وفيها شغل أكثر وفيها ركض أكثر، لكن ضلكم تاخذوا نتائج حلوة، خاصة مواليد العشرية الثالثة، يعني بهذا اليوم يعني مواليد فينا نقول مواليد 11 ل 22 أكتوبر، بتضلكم الأوفر حظا. وخليني أكد على مواليد 17-18 أكتوبر عنده تأثيرات حلوة من زحل. بنتقل لبرج العقرب. مواليد برج العقرب اليوم فرحتكم كتير كبيرة لما القمر بيقرر أنه يترك موقعه ببرج الدلو ويروح لبرج الحوت، لأنه بيصير في خي راحة من مربع إلى مثلث. أنتوا دغري رح تحسوا بالفرق على الوحدة وربع الظهر توقيت بيروت الصيفي، لذلك وقتوا أوقاتكم وأشغالكم على هذا الأساس لحتى تضلكم مرتاحين وتضلكم فعلاً أقوياء وعارفين شو بانتظاركم. نسقوا على هذا الأساس وبعدوا عن المشاكل مش وقتها. مواليد برج العقرب معكم كل شيء، والقمر وكل شيء والشمس موجود برج الثور، بدكم تبعدوا عن المشاكل كليا. ولازم تختاروا اليوم الأفضل لكم لتتحركوا، مثل لما القمر بيصير ببرج الحوت اليوم مثلا. كونوا حذرين 6-7 نوفمبر تشرين الثاني. بتقلها برج القوس. مواليد برج القوس فرحتكم حلوة، بهجتكم حلوة، كلامكم حلو، مشيتكم حلوة، طلتكم حلوة، ضحكتكم رنانة وحلوة، الكلام اللي بتكتبوه الطريقة اللي بتفسروا فيها كمان كتير حلوة. كل شيء والقمر ببرج الدلو، يعني معكم فقط للوحدة وربع الظهر توقيت بيروت. بعدين مش انه بطلتوا مهضومين، لكن بعدين بصير في عندكم شوية انشغالات اكتر تبعدكم شوي عن جو الفرح، لكن انتوا بتقدروا عفوا تضلوا بجو الفرح اذا انتم فعلا انتبهتوا لهيدي النقطه. ويمكن تنعشقوا ايه بمسائل عائليه مثلا، لكن ما تخلوها تاثر عليكم سلبا. فيكم تكونوا كلكم محظوظين بشكل خاص مواليد 19-20 ديسمبر. بنتقل لبرج الجدي. مواليد برج الجدي اليوم نهار عند مواليد برج الجدي، خليني اقعد مظبوط، اليوم نهار عند مواليد برج الجدي بعتبره يوم جيد، يوم مريح، يوم بيسمح لمواليد برج الجدي يكونوا متعاطفين مع حالهم، ناجحين، بعتذر في عجقة هون، متعاطفين مع حالهم، ناجحين مع حالهم، ربحانين مع حالهم، قادرين انهم يفرحوا بكثير من يفرحوا بكثير من المعطيات الإيجابية، يفرحوا بكثير من الإيجابيات الحلوة. القمر برج الدلو معكم، القمر ببرج الحوت معكم كثير ومش شوي، وأنتم من جدا من الأقوياء الأقوياء الأقوياء. مواليد برج الجدي ما تستحوا من شيء، بعتذر امبارح أنا قالوا لي إنه قفيت برج الدلو، عفوا برج الجدي، بستغرب ما بعرف ليش، ما بعرف شو صار، لكن بقول لكم إنه نهاركم اليوم كثير حلو وكثير مميز، الشمس الموجودة برج الثور دعمتكم للآخر، ما تخافوا من شيء، كل نهار ممتاز، ببلش جيد بينتهي بعد جيد أكثر وأكثر. الأكثر حظا فيها تكون 4 و5 كانون الثاني يناير. بنتقل لبرج الدلو. موالي برج الدلو الأمور عندكم حلوة، الأمور عندكم حلوة، الأمور عندكم بعدها إيجابية، الأمور عندكم ممتازة، القمر موجود ببرج القمر موجود ببرج ببرج الدلو ببرجكم، حتى الوحدة وربع الظهر توقيت بيروت. بعدين بينتقل لبرج الحوت، من الدلو للحوت، من برجكم لبرج الحوت. يعني يلي بدكم تنتبهوا له انه في اكثر من قرار بده ينشغل عليه، اكثر من قرار بدكم تشتغلوا عليه، ومش انه امور بسيطه، انتم حصلتوا على فرصه ثمينه لما المشتري كان ببرجكم، فما فيكم تقولوا انه ما عندكم شيء تشتغلوا عليه او ما في امور كنتم تشتغلوا عليها، بلا بدكم تشتغلوا من كل قلبكم، هنالك شغل مطلوب من مواليد برج الدلو، جميع مواليد برج الدلو. هلا يمكن مواليد 13-14 باط فبراير بعتبرهم شوي تعبانين، شوي عندهم ضغوط، شوي عندهم مسائل، لكن انا بعتبر انه في مجال انه الامور عندكم يمشي حالها وتتحسنوا ويمشي الامر بطريقه جيده. انتبهوا لبعض المسائل الماليه، انتبهوا لبعض المناقشات العائليه، وفيكم تنتظروا انه يكون في عندكم خبر او قرار بتحصلوا عليه.
بالنسبة لبرج الحوت فقط عند الساعة 1:15 الظهر توقيت بيروت لما القمر يوصل لبرجكم، فقط عندئذ بلش الأمور تتغير وتبلش الأمور تتحسن، وبتبلش الأمور فعلا تلاقوها أنه فعلا إلى نفع أو إلى طريقة جيدة أو إلى منفعة أو إلى معنى. الضغوط اللي بتحطوها، الأفرس اللي بتحطوها كلها رح يطلع لكم فيها نتيجة. لذلك أو لكم مواليد برج الحوت، لكن كل شيء والقمر ببرج الدلو، ما تنتظروا الخبر اليقين، هالأمور بتتغير عند 1:15 الظهر توقيت بيروت الصيفي. هلأ بدكم تنتبهوا إذا كنتوا من مواليد 26 27 28 أدار شباط فبراير، كونوا حذرين، يمكن تأثيرات شوي كوكب المريخ بتسبب لكم مشاكل ومتاعب. كوكب الزهرة بيحملكم أخبار حلوة إذا كنتوا من مواليد 11 12 13 أدار مارس، وجوبيتر المشتري لمواليد 17 و18 أدار مارس أنتم الأكثر حظا. بختم مع مولود اليوم، قلوا لمولود اليوم أنه بانتظاره سنة رائعة، سنة كتير مهمة، سنة فيها إيجابيات، بمعنى أنه هيدي سنة بتفتح بوشكم الكثير من الأمور الحلوة والمميزة. أنتم من مواليد شهر نيسان، تنتموا لمواليد مجموعة مواليد شهر نيسان أوريليا اللي مرقت عليها الضغوط من كذا سنة. هلأ أنتم مطلوب منكم تنتقلوا إلى مرحلة أفضل وتوصلوا للشيء أنتم بدكم إياه، لكن هيدي السنة بتمهد للسنة اللي بعدها، يعني بانتظاركم سنتين كتير مهمين، السنة التالية رح بتكون سنة أفضل ونتائجها ترتكز على يلي انتو بتشتغلوا بهذه السنة. بتمنى للجميع يوم سعيد، إلى اللقاء، باي باي.